ثانية هي عمارة الدار، الله يخليها لي والله يحفظها. السلام عليكم مشاهدين ديالنا العزاز، بغينا نقولوا لنا حسنية السلام بحال ماشي مشكل. السلام عليكم مشاهدين ديالنا العزاز، توحشناكم بزاف والله يحفظكم والله يجازيكم بخير، عليكم الطير ديالكم زوينين والله ينصركم. انا ما نقول لكم حسنية الحمد لله هي رجعات، مشات عند الوالدة ديالها كانت عيانة والحمد لله، واخا الجلسه بلا بها شنقول لكم ديما كنقولها، ما كان بلا بها ما كان سوا حنا والو، الدار بها بلا بها خاويه، بان راها حسنيه هي عماره الدار، الله يخليها لي والله يحفظها لي لوليداتها يا ربي، ويبعد عليها شر الخلق ويبعد عليكم كاملين شر الخلق والله يحفظكم. هذا ما نقول لكم حسنيه هي كل شيء بالنسبه ليا وبالنسبه لوليدتها، بان هي النواره ديالنا، الله ينورها ويحفظها لنا ويخليها لنا بركه والله يجازيكم بخير، على لي كومونتير ديالكم زوينين الله يحفظكم. شنقول لكم كنقرا واخا ما كنبانش، واخا هذا المهم كنقرا لي كومونتير ديالكم زوينين، الله يجازيكم بخير التشجيعات ديالكم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير. هذا ما نقول لكم، ونخليو حسنية شويه تهضر معكم. السلام عليكم متتبعين ديالنا العزاز، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وتكونوا على خير وتكونوا كتفرجوا في هذا الفيديو وانتم في تمام الصحه والعافيه وما خاصكم حتى شي خير. والحمد لله انا تجمعت مع راجلي ووليداتي، كما شفتوا كنت في العروبيه عند الوالده ديالي، ضروري كيخصني نمشي لهنا ونمشي لهنا، كيخصني الوالده ديالي حتى هي ضروري خصني نمشي لهنا فيها خير نشوفها. وخوتي عاوتاني خويا عبد السلام وخويا السيمو محمد، خويا عبد السلام وخويا مصطفى وخويا السيمو محمد وخواتاتي فاطمه وزهور، هذو هما خوتي السميات ديالهم. وشكرا لكم بزاف المتتبعين ديالنا العزاز، الله يحفظكم والله يسهل عليكم والله يخلي لكم ربي صحيحتكم. وتوحشت وليداتي بزاف، وتوحشت السي حميد من طبيعه الحال، هو يعني الشاف ديالنا ياك السي حميد، هو عمر الدار. بلا بك السي حميد حتى انت، بلا بك راه حنا ما كنسوا والو، انت هي البركه ديالنا والله العظيم. الصراحه انا يعني حميد هو كل شيء، ما نقدرش يعني نعيش ولو ثانيه وحده بلا به، لان هو انا متكي عليه وهو متكي عليا، يعني حنا كنكملوا بعضياتنا الحمد لله، هو كيكملني وانا كنكملو، يعني الحمد لله والشكر لله. دائما هكا كتخص تكون حميد العلاقه الزوجيه خاصها تكون بحال ما هكا، حنا بعضياتنا ما كاينش الفرق بيناتنا، ديالي ولا ديالك ديالك، لا هادشي ما كاينش. حسنيه انا لا كارت كيشي ديالي قسما بالله الا عندك كتكون حسنيه بان واحد الانسان ماشي، وهي نقول لكم راه واخا نعيا ما نشكرها ما نوفيش بحقها، ان حسنيه شكر القلب لله سبحانه وتعالى، القلب الكبير القلب الكبير و الله يكبر بك، واخا كما كتشوفوها مازال صغيره والعقل ديالها كبير تبارك الله، الله يحفظها، ان التفكير اللي عندها الله يجازي الله يحفظها لي. هذا ما نقول لكم، واش غنقول لكم المشاهدين؟ كانت صغيرة دابا راه بديت كنكبر، واخا المهم دابا بديت كنحس بالنسبة لي انا وياها، دابا انا كنقول على اللاج ديالي انا وياها، بان هي واخا تبارك الله مازال صغيرة ولكن العقل ديالها كبير، والحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. وكنشكر الشكر الخاص للمشاهدين ديالنا اللي كنقرا لي كومونتير ديالهم، خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن كيشجعونا، ربي يشجعكم. الدول العربيه بصفه عامه حميد، راه الجزائريين التونسيين الكويتيين، انا حسيت بالجزائر كيحبونا، الجزائر تونس الكويت لبنان، يعني الدول العربيه مصر الدول العربيه بصفه عامه راه متبعينا، قطر السعوديه الامارات راه كنشكركم بزاف على الدول اللي متبعينا. كيقولوا لي اختي حسنيه وحده كتقول لي اختي حسنيه انا من لبنان، وحده كتقول لي لا ما بغيتهاش، انا ما عنديش معاها الله يرحمها، تعرفوا لك على الدين بزاف ديال البنات كيقولوا لي اختي حسنيه انا من لبنان ولا من قطر ولا من السعوديه ولا من الامارات، الحمد لله القناه ولاو متبعين هاد الدول العربيه بصفه عامه، وهذا شرف ليا باش انكم تتبعوا القناه ديالي، وانا انتم كيف ما انتم كتبغيوني حتى انا راه كنحماق عليكم، وانا الحمد لله كنفتخر براسي ما كندير شي حاجه خايبه ولا كندير شي حاجه يعني ماشي هي هذيك، الحمد لله خدامه على وليداتي بالحلال، خدامه على اربعه الوليدات ما شاء الله عليهم، الوالده ديالي حتى هي، خويا حتى هو اللي كما قلت لكم حتى هو راه ساكن بوحديتو، وداكشي اللي قسم الله راه كنعاونو به حتى هو، يعني انا مفرقه ماشي يعني غير
يعني غير حاجه واحده، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن المتتبعين ديالي طلع لي هذه القناه وتحرك هذه القناه ونولي كنشد منها واحد المصدر الرزق لوليداتي والوالده ديالي والخويا حتى هو، علاش لا؟ الله يسهل الامور والله يوفق كل واحد. يا ربي كيتمنى شي حاجه الله يسهل على اي واحد. انا كنطلب اقسم بالله العظيم انت حميد راك عارفني بلا ما نقول، انا الحمد لله كنتمنى الخير لكل شيء، لا اللي كيبغيني ولا اللي ما كيبغينيش، كلكم خوتي وخواتاتي وكلكم كنحماق عليكم وكلكم كنبغيكم. بغيت نشكر الاخوات اللي ساهموا في العلاج ديالي، يعني راه الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هما كانوا اسباب. الاخت اللي من اوكرانيا من بريطانيا، والاخت اللي من الرباط، وجات واحد الاخت وحده اخرى عاوتاني من الرباط حتى هي كنشكرها بزاف، جات حتى هي مسكينه مسدت لي على بومزوي وجابت لي شي دريرات للوالده الله يعطيها الخير والله يعطيها الرزق. وشكون عاوتاني يا حميد؟ وواحد السيده حتى هي وحده اخرى حتى هي كانت كدير لي الرقيه الله يجازيها بخير. واحد جوج ديال واحد جوج رجال حتى هما حتى هما داروا لي الرقيه الله يجازيهم بخير. كل من ساهم يعني في ما كان شي راقي الحمد لله. داكشي باش قلت انا للمشاهدين بان حسنيه راه القلب الكبير وطيب الحمد لله وسليمه مع الناس طيبين بحال وجهكم، وربي كيوجه ليها الناس اللي قسما بالله العظيم الا ما نعدلكمش شحال من راقي وراقيه اللي اتصلوا بيا ما نعدلكمش يعني بلا عدل. كيقولوا حنا ولكن حنا بغينا غير بغيناك غير نشوفوك مشافيه، بغينا غير نشوفوك واقفه مع وليداتك وليداتك يكونوا ضاحكين وتكون ابتسامه على وجه دوك الوليدات. هذا راه فضل من عند الله سبحانه وتعالى باش ان الانسان كيوصل للموت، الانسان تشوفو بحال هكا طايح فراش الموت والناس سبحان الله العظيم جاه الله بجهد كيتصلوا شحال من واحد بان كيقولوا احنا بغينا نقراو عليك باذن الله باش تشافي الوليداتك. والحمد لله كنشكركم بزاف وكنشكر المتابعين ديالنا بصفه عامه المشاهدين ديالنا بالدعوات المستجابه ديالكم اللي دعيتي معها حسنيه الله يجازيكم بخير. وكنبغي نوجه تحيه كبيره للناس اللي بكاو عليا دموع، يعني بزاف الناس اللي بكاو عليا وقالوا لي اختي حسنيه راه حنا بكينا عليك. المتابعين بزاف اللي بكاو عليا بالدموع لا من طرف الرجال ولا من طرف العيالات. انا كنبغي نقول لكم شكرا 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 كامل المتابعين ديالي اللي بقيت فيهم واللي شي المغاربه والدول العربيه بصفه عامه. والله العظيم الا راكم في القلب كيف ما نتوما كتبغيونا احنا راه حنا كنحماقوا عليكم كنحماقوا عليكم كنحماقوا عليكم المتتبعين ديالنا كاملين. ونتمنوا منكم البارطاج ولي لايك الفيديو مع الاحباب والاصدقاء الله يجازيكم بخير. وغادي ندير لكم جوج فيديوهات، غندير لكم فيديو ونشرح لكم السيده اللي في بريطانيا، ماشي بريطانيا موريتانيا بريطانيا كيفاش شنو الامراض اللي كداوي عليهم، ونقول لكم شنو الامراض اللي كداوي عليهم. ندير فيديو واحد اخر على السيده اللي كاينه في الرباط ونقول لكم على المراه هذو بجوج بهم هما اللي بغاوني نقول لهم نقول لكم يعني ندير عليهم فيديوهات. الاخرين ما بغاونيش ندير عليهم فيديوهات لان بزاف الناس اللي لقاوني ولكن لله في سبيل الله قالوا لي زعما ما ديري لا فيديو لا حتى شي حاجه. وبحال هذه اللي كاينه في السيده اللي كاينه في الرباط اللي كنوجه لهم تحيه كبيره للسيده اللي في الرباط والسيده اللي في اوكرانيا، بغاوني ندير عليهم فيديو ونقول لكم اوكرانيا ماشي بريطانيا اوكرانيا لا ماشي اوكرانيا بريطانيا بريطانيا ولا لا بريطانيا ماشي اوكرانيا اللي كان فيها الحرب بريطانيا. هادو بجوج غندير لكم فيديو الاول والفيديو الثاني كل وحده ونحط لكم النوامر ديالهم حيت بصح الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى ولكن هما كيديروا الاسباب. يعني بالنسبه دابا ما نهضرش عليهم حتى نهضر عليهم في الفيديوهات ديالهم كل وحده ندير عليها فيديو ونخلي لكم الرقم ديال التليفون ديالهم. انا هذا الشيء غادي نديرو لله في سبيل الله لله في سبيل الله لان بزاف ديال الناس بزاف الناس اللي متبعيني وكيقولوا لي اختي حسنيه حتى حنا راه حنا نفس الحاله ديالك القول العصبي او لا بومزوي او لا بزاف ديال الامراض اللي حنايا كنكونوا مخلطينهم ما كنكونوش عارفين هذا المرض هذا من هذا المرض. يعني بالنسبه للمرض عضوي ولا يعني دابا غادي نشرح لكم ما نشرح لكمش هنا حتى ندير لكم فيديوهات. الفيديو ديال السيده اللي قلت لكم نحط لكم النمره ديالها عاوتاني ودي في الرباط عاوتاني حتى هي نحط لكم نقول لكم الامراض اللي كداوي عليهم والشافي هو الله سبحانه وتعالى هي غير كدير الاسباب. ونخلي لكم الرقم ديال التليفون ديالها باش كاملين ان شاء الله اي وحده مريضه ولا اي واحد مريض اللي كيعاني من القول العصبي ولا بومزوي ولا الاكتئاب ولا اي حاجه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يديروا الاسباب والكمال على الله سبحانه وتعالى وسيدي ربي الحبيب هو الشافي
وحنا غير كنديروا الاسباب وصافي. هادشي اللي كاين المتتبعين ديالي، وانا كنحماق عليكم وكنموت عليكم وكنقول لكم بسلامة عليكم وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. واخا هذا شو انا دابا المشاهدين كنت شوف ماما ماما حد اسون عليك مالتين متينة متينة اتسوني اسون عليك جات نور قالت لي المتينة اتسوني زعما راه الماكينة كتسوني صافي راه قالت سالات تصبين مع راني جيت يلا وصلت المتتبعين البارح وصلت في العشيه ارتاحت شي شويه وصلت البارح في العشيه ارتاحت شي شويه نعاست بعدا غير وصلت بحرا وصلت نيشان دخلت دوشت ودوشت معايا النويويره دوشنا وطحنا نعسنا كاو حيت راكم عارفين مع الحراره وجينا في الترن واحد الحراره ما تما ما نقول لكم ومع تحت واحد طيحه في الـ في الـ في, الـ في العربيه راه 3 ايام ما صورت يعني داك الفيديو اللي كنت كنحط لكم غير كانوا عندي مصورين راه 3 ايام ما صورتش راه واحد طيحه اللي ضربت في مغيله في دارنا في العروبيه واحد طيحه ما تما ما نقول لكم كنت جايه مشيت خرجت بنتي لهيه بغات تخرج خرجتها وجيت هزاها في يدي تصور وهزاها في يدي وكان نصطم في ديك الكياس ديال الرمله داك الغليظه لابسه البانطو فهاد امي ولابسه وكان نصطم في ديك الكياس ديال الرمله وكتمشي بيا وكنطيح وكيجي رجلي هكا الوجه ديال الركبه من القدام كيجي عرفتو راه ما تصوروش بقيت كنغوت خرجت امي مسكينه انا عندي تخلعات ما عرفتش انا بنتي كاع فين تلاحت مسكينه ما عرفت فين جات حتى ما عرفت واش طاحت طونسيو ولا كيفاش بحال فقدت الوعي وعاد وليت توقت حتى توقت لقيت بنتي كتنوضني مسكينه كتقول لي عافاك ماما نوضي عافاك ماما نوضي عافاك ماما نوضي وجات امي مسكينه سمعتني كنغوت وخرجت عندي كتجري عاد هزوني دغيا دخلوني لداخل عرفتو كا وعرفتو راه كنموت كنموت صافي كنغوت كنقول لهم صافي انا يمكن تهرست وهو غير اللحم تضمغ ليا رجلي تجرح وتضمغ لي وهاد البلاصه هادي من هنا حتى هي تفرعت ليا والحمد لله الحمد لله والشكر لله اللي كتخرج الامور على خير ما بغيتش عاوتاني نصور نقول لكم عاود راني طحت عاوتاني نبقى نصور لكم غير المشاهدين ديالنا ان شاء الله باذن الله من دابا قواتاتي الغاليات ما كاين غير الطاقه الايجابيه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى نتمنى منكم غير البارطاج والتشجيعات وهذا الشيء اللي كنتمنى منكم ان شاء الله تشجيعات ان شاء الله يلا هضري السلام عليكم مشاهدين ديالنا كي دايرين لاباس عليكم بخير هانيين كما كتشوفوا هي ماما جات عندنا والحمد لله راه حنا توحشناها بزاف وشكرا لكم على الكومنتات ديالكم زوينين شكرا لكم بزاف بزاف نتوما اللي كدعمونا باش نزيدوا القدام بالكومنتات ديالكم زوينان شكرا لكم بزاف ودابا كما كتشوفوا ماما هي جات عندنا والحمد لله منين جات وباي باي عليكم وتهلاو في راسكم وشكرا لكم يا مشاهدينا السلام عليكم وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو وجزاكم بخير كما كتشجعونا ربي يشجعكم والله يحفظكم هذا المكان ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله كاين غير الطاقه الايجابيه باذن الله والحمد لله الحمد لله على الشفاء سبحانه وتعالى الحمد لله على الشفاء اللي شفيت والله لايك فضلا وليس امرا ما تنساوش اللايكات الفيديو مع الحباب والاصدقاء والبارطاج وشكرا لكم وبسلامه عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.